أنا السيد محمد محمد الصديق العبودي من المديق. أنا كنت شكا لسيدنا نصره الله على هذا السيد السيد زناقي مستشار الملك اللي جاء وحوس الأرض دون قانون. أنا كنت تصرف فيها سنين معددة بغيت أسمير القنطرة من قنطرة بغيت أسمير الفوق وعندها الحدود كانت حد في السيد ددش وكانت حد في السيد مصطفى محمد بن عمار محمد عمار وكانت حد في السيد دراوي وكانت حد بولعيش السيد بولعيش. هذا الأرض هذه أملاك المخزنية الأرض أملاك المخزنية والسيد جاء واحتلها وحرمني أنا وأنا مدوز عليها 8 شهور للحبس ومليون لفرنك 3 شهور للحبس ومليون لفرنك. وأنا دابا كنستنكر هذا السيد هذا أنا متصرف وبالحجوج ديالي كندري بالحجوج ديالي اللي عندي موجودة كندري بالوثائق ديالي حقيقيا ماشي مزورين وماشي كذوب. وكنستنكر هذا السيد اللي طلق علينا هذا الإجرام وكيخصو هذا الشيء هذا يتصل به صاحب الجلالة يرفد علينا هذه المصيبة هذه. هذا الشيء راه غادي يخرج غادي يخرج بسلامة هذا الشيء هذا. وأنا واحد الإنسان مهاجر وعندي 10 العيال وحرمني في الحياة ديالي وحتى ولادي جوج محمد ولا عبد القادر مرضوا مرض النفسية عليا. ومنين أنا داوني للحبس كملوا لي الكوارت ديالي في المغرب كارت سيجور ديالي ودخلت لإسبانيا كأنك دخلت عز جديد وأنا مقوس فيها سنين معددة ورزوني في الحياة ديالي ورزوني حتى ولادي وحرقوا لي الروا بالعافية وقتلوا لي 5 البقر بالسم. ومشيت درت المحكمة ورفضوا لي في المحكمة إنما العنف وقع عليا والناس ولد آخر قاضي. دابا جا زنيقي وكمل عليا جا الأرض يدها عدو وظلما ما سألتش شكون هذا السيد هذا اللي كيتصرف في ذاك الأرض باش يهضر معاه يعوطو ولا يشوف كيفاش يدير معاه غا جا من تما وحاز الأرض عباد الله. ودابا انا كنستنكر هذا الشيء هذا كمواطن مغربي خصني الحقوق ديالي خصني التعويضات ديالي. احنا هذا السيد هذا ماشي غلبنا احنا غلبنا القانون صاحب الجلاله وخصنا نحترموا القانون صاحب الجلاله. هو مستشار الملك هو كيهجم على الاراضي الناس راه هذا الشيء ما صالحش كيستغلوا الاسم ديال الملك جاوا الاراضي وبداو كيحوسوا كيقولوا لك حنا دابا هذا الشيء المصلحه العامه ديال الملك. واش الملك كيزول الاراضي دعي بالله واش الملك عيب الله كيقول مشي ديروا الاراضي دعي بالله ولا كيستغلوا الاسم ديال الملك. حنا كنرفضوا هذا الشيء هذا خصنا يستغل بالحقيقه. انا كنطلب سيدنا إيه يحقق الامر ديالنا هذا الشيء هذا الظلم اللي علينا. انا مشيت للمحكمه زيد حرقوا لي الروا ما داروا لي والو مشيت غوت على البقر اللي قتلوا لي بالسم والو. مشيت كنطلب كيسمو عليها التنفيذ في الارض اللي يحكموا لي ما بغاوش. وجا هذا السيد هذا جبر الارض يعني ما سالش يقول شكون كيتصرف هذه الارض باش يعيط له يعاوطه ولا يتفاهم معاه ولا يشري منه غا يخلط على الارض ويبدا كيحوس. وهذا الشيء راه ماشي معقول. حنا كنتكلموا بالوثائق والوثائق ما فيهش الكذب. هذا الشيء كل شيء معدل على طريق الشرع. حنا كنقولوا مواطن مغربي حنا واخا كنكونوا في الخارج وانه يعني وما كنبغيوش يدل في بلادنا ولا نطيحوا بالملك ديالنا. حنا عندنا الملك في الروح ديالنا في الجسد ديالنا. انا بقيت 10 العيال عندي ومساكن بقوا على ربي تعقدوا لي جوج ولادي عبد القادر ومصطفى ومحمد شبروا مساكن مرض النفسيه هما بالشواهد ديالهم كلشي ديالهم. بقيت على الله